هناك أسباب كثيرة لظهور الهالات السوداء حول العينين كنقص الفيتامينات في الجسم أو قلة النوم. أما التخلص من هذه المشكلة فقد يكون صعبا وشاقا للبعض، ولكن قد تكون هناك حلول جذرية ودائمة لهذه المشكلة. المنطقة تحت العين جلد فيها كتير رقيق، لذلك بتتأثر بكتير من العوامل، وأهم شيء للتخلص أو للتغلب على الهالات السوداء هي النوم الصحي الكافي. النوم الصحي بعني فيه هو النوم ليلا، والكافي حسب العمر 7 إلى 8 ساعات لازم يكون في نوم يوميا، لأنه آثار التعب والإرهاق تظهر بشكل كبير تحت بالمنطقة تحت العين. ننصح دائما بترطيب المنطقة تحت حول العين، استعمال المرطبات حتى لمن ليس لديه هالات سوداء. ترطيب المنطقة حول العين بيعطي منظر صحي للوجه بشكل عام وللمنطقة تحت العين بشكل خاص. ينصح باستعمال المرطبات بشكل يومي وخاصة قبل النوم.